مسألة أخرى، وهي لو أن الإنسان كان يظن أن الليل باقي، وهذا كثيرا ما يحصل، بعض من الناس يضع المنبه ليتسنى له ربع ساعة ليشرب ماء أو ما شابه ذلك، لو أنه غلط فوضع المنبه على الساعة الخامسة يظن أنها الساعة الرابعة، وهذا يجري ويحصل، ثم لما أفاق شرب الماء وربما أكل أكله، ثم إذا بأحد أهله يقولون يا فلان إن الناس قد أذنوا وفرغوا من الصلاة، أو أنه يأكل يظن أن الليل باق وإذا به يسمع الإقامة، يسمع إقامة الصلاة، هنا ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يلفظ ما في فمه ثم عليه أن يمسك، ولكن هل يلزمه قضاء أم لا؟ الصواب أنه لا يلزمه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أقر عدي بن حاتم ولم يأمره بقضاء، أقره على عدم القضاء ولم يأمره بقضاء عليه الصلاة والسلام، لما سمع قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل رضي الله عنه عقالا وهو عقال البعير، جعل عقالا أبيض وعقالا أسود ثم وضعهما تحت مخدته، فكان كلما مضى وقت نظر هل تبين العقال الأبيض من العقال الأسود، فلما لم يتبين له أكل رضي الله عنه حتى طلع عليه الفجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض إن وسع الليل والنهار، يعني إن وسادك لعريض، الوسادة على فعلك وعلى طريقتك يا عدي إنها لكبيرة، لأنها وسعت الليل والنهار، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وإن قضى الإنسان من باب الخير والإحسان فهذا شيء يعود إليه.